موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. قال وزير المالية السوداني إن عقبات جدية تواجه توفير الموارد لتنفيذ اتفاق السلام، سيما البند الخاص بالترتيبات الأمنية. وأقر وزير المالية بأن السنة الأولى لتطبيق اتفاق السلام ستواجه صعوبة في توفير كل المبالغ التي تم الالتزام بها، خاصة الترتيبات الأمنية التي قال إنها تحتاج لمبالغ نقدية لمقابلة الصرف على القوات وإعاشتها. كشف السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وجنوب السودان أن السودان يواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي. وقال بوث إن أهم ثلاث تحديات تواجه السودان في الوقت الحالي هي توفير الأمن في مناطق الصراع بتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، وإعلان نتائج التحقيقات التي طالت المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث مجزرة فض الاعتصام، وتحقيق العدالة، وأخيرا إعادة هيكل السودان اقتصاديا. أعلنت النيابة العامة إكمال إجراءات التسليم والتسلم بين النائب العام السابق تاج السر الحبر وبين النائب العام المكلف مبارك محمود بعدما صدر قرار التكليف من مجلس السيادة. وأوضحت النيابة في بيان لها أمس أن إجراءات التسليم والتسلم شملت كل الملفات والعهد، أبرزها قضايا شهداء عطبرة وقضية حسن عثمان العمدة وقضية حنفي عبد الشكور وغيرهم. أطلق ناشطون مدافعون عن الحريات وحقوق الإنسان دعوة للاعتصام أمام النيابة العامة الاثنين المقبل من أجل إطلاق سراح معمر موسى وميخائيل بطرس الموقوفان منذ ما يقارب عاما كاملا دون تقديمهم للقضاء. وأضافت هيئة الدفاع أنها تأمل في ظل وجود النائب العام الجديد أن يتفهم طبيعة البلاغ الذي ليس له أي سند قانوني بحسب قولها، وأن البلاغات مسيسة ووكلاء النيابات الذين يجرون التحقيق ليسوا محايدين. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.